الإنسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم التي تبات. الحكمة دي هي أساس المزمور لأنها تتكرر في آخر عدد تاني. إنسان في كرامة ولا يفهم يبقى زي البهائم اللي بتموت. لا يفهم إيه؟ لا يفهم هو موجود ليه؟ هو أنت موجود عشان تشتري أراضي وتعمل فلوس؟ هو أنت موجود عشان تأكل وتشرب أخطيت زي البهائم اللي بتموت؟ لا، أنت موجود لأنك صورة المسيح، فتعمل زي المسيح، تنقذ ناس، تشاور على السماء، تحب ربنا وتحب البشر. لكن لو مش فاهم أنت موجود ليه يبقى زيك زي الحيوانات وأغلب البشر كده، لأن هما مش فاهمين هما إيه وموجودين ليه، مش فاهمين صورة الله ومثاله، مش فاهمين يعني إيه المسيح جه تجسد ينقذنا ويخدنا السماء، مش فاهمين يعني إيه نور العالم وملح الأرض وذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. لا عارفين هما إيه وعايشين ليه، يبقى بصراحة زيهم زي البهايم. يبقى في سؤالين مهمين جدا، هو أنت حضرتك إيه بالظبط؟ إنسان ولا حاجة تاني؟ لو أنت إنسان فاهم يعني إيه إنسان، أنت صورة الله، يبقى صورة الله كون ده كله تحت رجليك، وصورة الله معناه الله محبة، يبقى تقضي حياتك كلها قصة حب لربنا وللناس. والسؤال التاني، أنت عايش ليه؟ موجود ليه؟ لو بقى زي البهايم، أوكي، البهايم بتتكاثر بتتناسل بتعمل عائلات على فكرة، والمشاكل الزوجية في البهائم أقل من المشاكل الزوجية في البشر عادة كده. طب دي مش حاجة تكسف؟ لكن الإنسان اختار كده. فإنسان في كرامة ولا يفهمها ولا يدركها ولا يبيت مشغول بيها يشبه البهائم التي تبات. هذا طريقهم اعتمادهم، يعني ايه متكلين على ايه؟ ده اللي يقول لك انت طريقك ايه. متكل على الفلوس، متكل على اسمك، تعرف انك مش حكيم خالص، مش فاهم، راحت عليك. ولا طريقك السماء ومتكل على ربنا، الروح القدس اللي فيك والنعمه اللي خدتها. اعتمادك على ايه؟